طيب نحن الان داخل سلاح المدرعات الساعه كم يا سيدي؟ الساعة 4:34 دقيقة. الساعة 4:34 دقيقة، نحن الآن داخل سلاح المدرعات في الجنزير. نشرب ونسوي في جبلتنا يا جماعة. الله أكبر. جبلتنا الله أكبر. نحن الآن بنعمل في الجبل داخل الجنزير يا جماعة. معانا أخونا عبد السميع وعمنا ميزوب. الله اكبر. عمر ميزوب يا عم ميزوب. الله اكبر. وري الدعاوى اللي قالوا يا شمال. الدعاوى اللي قالوا خالد سلمنا المزرعات كطابين. واحد منكم يقدر يخش البلد يوابي، احنا قاعدين بنسوي بيه جبلتنا. هسه نسوي الجبل نظبط راسنا ده ونقوم عليه. وقوم قاعدين احنا. هنبقى رجال يجينا. وعلس ده هنبقى راجل يجينا بجاي، يبقى هو راجل ما يجري. اللي قابل ده هنا يا اخ صاحبي، دخلتوا المدرعات، انتوا دخلتوا المدرعات يا دحام، ما عندنا مشكله في الكلام ده، خلاص ما عندنا مشكله. الله اكبر. لكن انتوا كرجال اشربوا جبنه جوا المدرعات دي. وين الكلام ده؟ اشربوا جبنه جوا المدرعات. طيبين والله عندي المدرعات ودي جبنتنا دفع عنا كمان في عمري كمان ودينا جينا. عليك الله. وخذ لك صوره في الصاله هنا. وريهم المدرعات. وري الصوره. وري الصوره. الله اكبر. صوره للصاله. الله اكبر. سجان بيعرف الصاله، وريه ولد الصاله. سجان وصلت المدرعات للجزيرة يا ابو تفرد. تفرد على العجين. احنا قاعدين في المدرعات وضبط الجبل يا جنجة.